السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، قبل فترة، قبل أسبوع تقريبا، شفت أحد الأخوان من الأخوان من دول الخليج من البحرين جايب تفاحة عشان يبين إنه هذا التفاحة مغطاة بطبقة شمعية تيجي من أمريكا، من الولايات المتحدة تقريبا. التفاحة هذه طبعا نحن نغسلها ونأكلها، وما عندنا علم إن هذه التفاحة فيها طبقة كيماوية حاطينها، اللي هو الشمعية أعتقد، عشان التفاح لا يفسد. فبرهن على الأخ اللي كان جاي في مقطع الفيديو حقيقة الأمر، فاتضح إنه صحيح الكلام ده. شوفوا المادة البيضاء الشمعية هذه، خطيرة جدا ومسرطنة. شوفوا المادة هذه، فما بالك لما تأكلها وتدخل في جسمك، لأنها طبقة شمعية. انظروا لهذا، فانتبهوا دائما لما بتاكلوا التفاح، قبل ما تاكلوه وقبل ما تغسلوه تنظفوه بهذا الشكل كاملة. انظروا لهذا الطبقة الشمعية. مثال آخر، ديك تفاح ثاني نفسه، انظروا الطبقة الشمعية. انظروا هذا التفاح الثانية والتفاح الثالثة، نفس الشيء. جربوها في البيت إذا ما حد بيصدق. انظروا الطبقة الشمعية هذه خطيرة جدا، فأنصحكم لوجه الله أنكم قبل ما تغسلوها تكشروا هذه الطبقة الشمعية. بالتوفيق إن شاء الله.